صباح الخير بلال الغدجاني معتمد نبر. أشرفنا اليوم في إطار التشجيع على الحلقات الفكرية المخصصة للشباب على حلقة حوارية تتعلق بالخطاب الديني الموجه للشباب والمشترك القيمي والأشرف عليه وعلى تأثيثه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالتعاون والشراكة مع مدد الشاحط. ويندرج هذه الحلقة الفكرية ولهذا اللقاء الفكري في إطار التشجيع على الخوض في المسائل الحضارية والفكرية اللي تتعلق بالخطاب الديني والموجود وكيفية ترشيده وتوجيهه للنهوض الطبقة الشبابية من ناحية وللنهوض الواقع وتغييره استجابة وانسجاما مع قيم الكونية السمحة يدعو بها الدين الإسلامي. وهذا اللقاء الفكري ما هو إلا يعني فتح شاهية ولا مقدمة للقاءات حوارية أخرى إن شاء الله يقع تنظيمها بالشراكة مع الإدارة الجنوبية للشؤون الدينية ومدة الجاحظ مثل مثلا طريقة التطرف والتطرف العنيف اللي يمكن ينغمس ولا ينزلق فيها الشباب، كيفية التوقي منها وهي في الحقيقة مقاربة متعددة الأطراف، مقاربة دينية من حيث الخطاب الديني اللي يستهدفهم ولا من حيث كيف مقاربة اقتصادية واجتماعية وتربوية، يعني الأطراف الكل هنا نجموا يتكافوا ويتفاعلوا مع بعضهم باش نحموا الفئة الشبابية نتاعنا من الانزلاق في أي متاهة، وذلك يعني بتعريفهم بقيم القيم السمحة للدين الإسلامي نتاعهم، والقيم اللي هي في حقيقة الأمر هي قيم كونية يقوم الخطاب الديني بتفكيكها وتبسيطها وفك الشفرات نتاعها للفئة الشبابية باش يحاولوا هنا يكونوا فئة شبابية واعية متقبلة للمعلومة، ويمكن أنها أي خطاب تقوم بتحليله ما يكونش الخطاب نتاعها الخطاب اللي تقدم لها خطاب مؤثر يقوم فقط بتقبل دون تمحيص العقل، يمحصوا فيه العقل هنا يفهموه ودونك يحاولوا نحمهم بكل كمجتمع وكأطراف متداخلة من انزلاق في أي آفة من الآفات الاجتماعية. في الأخير حبيت نجدد شكري لمنتدى الجاحظ وهي إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ممثلة بالسيد المدير الجهوي اللي أشرف على تأثير وتنشيط هذه الحلقة الحوارية، وشكرا وإلى مواعيد إن شاء الله مواعيد قريبة في هذا السنة.